السلام عليكم أعزائي ومرحبا بكم في قناة ليونيكسيس جيمر مرة أخرى. واليوم وكالعادة اللعبة التي لدينا هي لعبة بارالايفز، لكن قبل الحديث عن هذه اللعبة لابد أن نعرف على أن نتعرف على الأنواع السابقة المشابهة لهذه اللعبة والإصدارات السابقة لها. وطبعا هذه الإصدارات هي ألعاب السيمز، وإذا كنت لا تعرف ما هي ألعاب السيمز فهي ألعاب تحاكي الحياة الواقعية بشكل مفصل وبتفاصيل صغيرة أكثر. مثلا داخل هذه الألعاب تقوم بصناعة شخصيتك وتضع لها اسم ونوع الشخصية، ثم تبدأ باللعب. هدف اللعبة أو نظام اللعبة هو أنك تعيش حياة أخرى داخل اللعبة، أي أنه شخصيتك تبدأ من سن البلوغ، بعد ذلك شخصيتك تكبر في العمر وتصبح يعني وتصاب بالشيخوخة، لهذا فأنت تستطيع أن تتزوج في هذه اللعبة وتحمل يعني وتعمل وتطور منزلك وتعلم أطفالك، وأيضا أطفالك يكبرون في اللعبة، وإذا لم تعلمهم مما أن يصبحوا شيئا أو ربما تأخذه لجنة حماية الأطفال منك إذا كنت مهملا. وأيضا يمكنك القراءة والدراسة وتطور جسمك وعقلك لتحصل على عمل يدفع لك أكثر، كلما تعلمت أكثر يعني يمكنك أن تتقدم لأعمال أخرى التي تعلمتها. وأيضا يمكنك التعرف على فتاة والزواج بها، لكن بعد محادثات طويلة وتعارف يعني وتعارف طويل بينكم. ويمكنك أيضا تنظيم حفلات متنوعة بجميع أنواعها كالأعياد الميلاد وحفلات الزواج وغير ذلك. والأهم من هذا كله هي التفاصيل الصغيرة، شخصيتك سوف تشعر بالجوع وعليك أن تأكل، وسوف تشعر يعني بالرغبة في النوم وعليك أن تذهب للفراش أو تشرب القهوة، وأيضا تشعر بالملل وعليك أن تشتري له ما يمرح به وغير ذلك من الأمور. ولا شك أنك الآن سوف تقول لي وإذا لم أفعل ذلك بالطبع شخصيتك لن تذهب إلى العمل، وبالتالي لن تجد ما ستأكله لأنه سينفد منك الطعام، وبالتالي ستصاب بالجنون أو تموت شخصيتك، أو يعني الكثير من الأمور والتفاصيل الصغيرة. كأيضا إذا لم تنم في الوقت المناسب فإن شخصيتك سوف تسقط من يعني سوف يغمى عليها، وأيضا يعني العديد من المميزات، فأنت تذهب وتشتري ما تريد في السوق، يعني ما تضعه في ثلاجتك، تطور منزلك، تشتري أتات، كل شيء. يعني كلما عملت كلما كسبت مالا تقوم بتطوير منزلك أكثر، ويعني تقوم أكثر باعتناء بأطفالك وغير ذلك. المهم أنها يعني حياة واقعية بشكل مفصل. هذه هي ألعاب سيمس لمن لا يعرفها. أيضا إذا لعبة بارالايفز هذه فهي لعبة جديدة، لم يتم إصدارها بعد، تم تطويرها من قبل أليكس ماسي. هذه لعبة محاكاة الحياة الواقعية مشابهة للسيمز كما قلنا مسبقا. يبني فيها اللاعبون عالم أحلامهم ويخلقون يعني شخصيات مثل السيمز أيضا يعني بطريقتهم المفضلة والخاصة، ويديرون حياتهم بأقل قدر من القيود في اللعبة. يعني عالم مفتوح جدا، يمكنك أن تقوم تقريبا بكل ما تريد في هذه اللعبة الجديدة كما يعني قيل عنها، يعني كالمنازل المربعة والمنحنية والكثير من أنواع الأثاث المنزلية المختلفة. يمكنك أيضا ركب السيارات والمركبات المختلفة، وكذلك الخيول والحيوانات، كما يمكنك خلالها استكشاف ويعني استكشاف عالم مفتوح كبير جدا مليء بالعائلة والأصدقاء والأعداء أيضا، فكن حذرا. وأيضا الأنواع يعني أنواع الطقس، ويمكنك أيضا أن تركب القوارب، ثم يعني وغير ذلك من الأمور في هذه اللعبة الجديدة. إذن هذا كل ما لدينا في لعبة بارالايفز. أتمنى أن يعجبكم الفيديو وتعجبكم أخبار هذه اللعبة الجديدة. فإذا أردت أن تقرأ المزيد عن هذه اللعبة في يعني المواقع منتشرة جدا في الجوجل، إذن أترككم إلى اللقاء، ولا تنسى أن تقوم بالسبسكرايب والضغط لايك لتدعمنا على القناة، وشكرا لكم.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.